والآن مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية في نشرة السادسة ومصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين. شكرا لنا إيهاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة. أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أن قطاع السياحة في مصر يواصل التعافي من تبعات فيروس كورونا والتي أثرت على هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بحجم الطلب العالمي الكبير على خدمات السياحة والسفر. هذا وأكد التقرير على أن إيرادات السياحة سجلت قفزة خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2022-2023، موضحاً أن إيرادات السياحة خلال تلك الفترة ارتفعت بنسبة 25.7% لتصل إلى 10 مليارات و300 مليون دولار. أشار تقرير مركز المعلومات إلى ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال نفس الفترة لتسجل 10 ملايين سائح بنسبة زيادة بلغت 32%. أكد موقع إنرجي بورتال والذي يصدر في لندن أن سوق الطاقة في مصر وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الوفيرة وسياستها الحكومية الداعمة. أضاف الموقع أن قطاع الطاقة في مصر خاصة في مجال الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي يشهد تحولا كبيرا وجذبا للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. أشار إنرجي بورتال إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي الغنية في البلاد شكلت عامل جذب كبير للاستثمارات الأجنبية، وأدى اكتشاف حقل ظهر للغاز وهو الأكبر في البحر المتوسط إلى تحويل مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي. تبدأ لجنة المؤشرات في البورصة المصرية حذف مؤشر EGX50 اعتبارا من جلسات الأسبوع الجاري، وقامت البورصة المصرية رغبة منها في معرفة رأي كافة عناصر السوق بإجراء استطلاع رأي لمجموعة من مراكز بحوث الاستثمار وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والبالغ عددها 17 شركة. اتضح من نتائج هذا الاستقصاء أن المؤشر يعد من أقل المؤشرات استخداما، وأفاد المشاركون في الاستطلاع أنهم قلما يستخدمون البيانات الخاصة بالمؤشر أو أنهم لا يستخدمونه على الإطلاق، وذلك بنسبة 94%. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مسجلة مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار، وذلك بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات. ارتفع مزيج برنت بنسبة 89% ليصل ويسجل 84.99 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 61% ليصل إلى 80.58 دولار للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.64% لتصل إلى 2.95 دولار للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.66% لتسجل 2.64 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات أن عدد الشركات التجارية في كوريا الجنوبية انخفض بمقدار 7% على أساس سنوي خلال عام 22، وذلك وسط الغموض الاقتصادي الذي أعاق الأنشطة التجارية. رغم ذلك ووفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، فقد قفز حجم التجارة للشركات التجارية إلى مستوى قياسي عند 132 مليار دولار بزيادة بلغت 10.8% خلال العام الماضي 2022. أفرجت المفوضية الأوروبية عن الدفعة الثالثة من الأموال المرصودة لخطة الإنعاش الاقتصادي لإيطاليا بعد جائحة كورونا. من جهتها قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إن هذا القرار سيسمح لبلادها بالحصول على مبلغ 35 مليار يورو في العام الجاري 2023. We'll be right back.
وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود لعناوين الختام والمتابعة مع يوسف وميرنا. شكرا لك مصطفى.